وهنبدأ بقى مع بعض النهاردة باللي هتقام مباراة الأهلي بإذن الله اللي كلنا مستنيينها، والاتحاد السكندري ده اللي هيكون على استاد السويس الساعة 8 مساء في بقى نصف نهائي هنا كأس مصر. ومفروض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة قدم أعلن قائمة الفريق استعدادا بقى لمواجهة الاتحاد السكندري. القائمة زي ما هنقول لحضراتكم كالتالي: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، أيمن أشرف، علي لطفي، حسين الشحات، محمد الشناوي، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، علي معلول، محمود وحيد، وجيرالدو، محمد هاني، مصطفى شوبير، ناصر ماهر، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، عربي بدر، وبدر بنون، وصلاح محسن. طبعا اللي حصل امبارح كالاتي، يعني ده شيء جديد بذكره، وكنا طبعا واثقين ان حضراتكم متابعين الاخبار اول باول. امبارح النادي الاهلي ارسل القائمه الاولى للفريق الاتحاد الكره، طبعا ارسلها يعني لم تشمل ثلاث أسماء بالتحديد: اليوباجي وصالح وصالح جمعة طبعا وأحمد الشيخ. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا النهاردة إن شاء الله أمام فريق الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر إن شاء الله. من المتوقع أن هي تكون يعني مباراة قوية جدا مع فريق كبير، ولو يعني الناس اللي بتنتمي لنفس الجيل اللي أنا بنتمي ليه أو اللي أكبر عارفين كويس جدا أن فريق الاتحاد السكندري كان طول عمره من الفرق القوية جدا، وطول عمره كان بينافس في كل البطولات المحلية وكل يعني كل المباريات القوية في ذلك الزمان كانت دايما لا تخلو من اسم الاتحاد السكندري. فان شاء الله من المتوقع ان احنا النهارده نسعد ونستمتع بمباراه قويه، وبطبيعه الحال بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي.